لن تكون استفاقة ألمانيا عسكرية فقط، هناك استفاقة أخرى تجبرها عليها الظروف، استفاقة في مجال الطاقة. تستهدف برلين بأن تمثل الطاقة النظيفة 80% من مصادر طاقتها بحلول عام 2030. تمتلك بنية تحتية مناسبة مكنتها من مضاعفة طاقتها من المصادر النظيفة 4 مرات في 10 سنوات. وبينما أنفقت برلين 150 مليار دولار على خطط التوسع، فإن تحولها الكامل للطاقة الخضراء سيكلف أكثر من 5 تريليونات دولار، معظمها ستكون لبناء خطوط الجهد العالي. فالرياح تأتي من الشمال بينما استهلاكها يتركز حضرياً في الجنوب. كانت خطط ألمانيا تقضي بتقليل الاعتماد على ثالوث الغاز الطبيعي والفحم والنووي، لكنها قد تضطر مؤقتاً للتراجع عن خطط الاستغناء عن الفحم، وسنفصل غداً الأسباب. أما الطاقة النووية فما تزال 3 محطات نووية تعمل، لكن حزب الخضر المشارك بالحكومة يعارض أي تمديد لعملها. لن يتوقف بحث ألمانيا عن الطاقة على أراضيها، فالفرصة مواتية لتسريع مشروع الربط الكهربائي بينها والمملكة المتحدة تحت سطح البحر نيو كونكت، طوله 725 كيلومترا وقدرته 1.4 جيجاوات. هناك مشاريع أخرى عانت من العثرات ربما يتم إحياؤها، مثل مشروع ديزرتك، أكبر مشروع عالمي لمحطات الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان يفترض أن يورد الكهرباء لأوروبا. ولن يتوقف البحث الألماني هنا، سيصل حتى ناميبيا، أكبر منتج واعد للهيدروجين الأخضر في العالم. برلين كانت وجدت لنفسها موضع قدم منذ سنوات هناك، وقدمت دعماً سخياً لحكومتها.